طيب احنا مش ممكن نأجل فكرة الزواج لبعد الماجستير؟ ما انت عارف الظروف الاجتماعية اللي تتعرض لها البنت بمجتمعنا، بالأخص نحن المحافظين. طبعا طبعا عارف، بس احنا كتبين كتابنا وبعدين احنا متفقين نأجل الزواج لبعد الدراسات العليا. بس الزواج ما راح يكون عقبة لطموحنا وأحلامنا، يمكن يهون علينا نوصل لإله إذا عرفنا كيف نتعامل. والمصاري؟ أنا وياك الحمد لله منشتغل، والله رح يبارك لأنه نحن منسعى لإكمال نصف ديننا. أنت شايفة هيك يا دكتورة كوثر؟ لسه بكير على كلمة دكتورة، بس نخلص الماجستير بالأول، ضايلنا سنة. أنا بحكي خلينا نفكر بالموضوع كتير، بلاش ناخد قرار ونندم بعدين. أنا ما بدي أضغط عليك، وبخاصة موضوع حساس زي هاد. طيب أنا عندي حل وسط، وزي ما بيحكوا خير الأمور الوسط. اللي هو؟ أنا بحكي إنه نتزوج بعد ما نناقش رسالة الماجستير ونسجل للدكتوراه، شو رأيك؟ هيك معقول. خلص يا ستي، احكي لأهلك إنه الليلة جايين نشرب قهوة من غير سكر ونحكي بالتفاصيل. تعرف يا حبيبتي شو بيعجبني فيك؟ اوعك تقول لي طبخي. اللي بسمعك بيحكي انك بتعرف تطبخي. هو حدا يسمعك؟ يا سلام، شو قصدك؟ خلينا نحكي جد شوي هلا. احكي يا جوزي العزيز. اللي بيعجبني فيكي انك ما بتمانعي مناقشة اي فكرة حتى لو كنتي مش مقتنعة فيها. انت ناسي اننا منحضر دكتوراه بعلم الاجتماع؟ ولا ناسي يا حضرة الدكتور المحترم؟ بس أحياناً هاي بتكون سلبية مش إيجابية. شو قصدك؟ لا لا لا، ما يروح فكرك لبعيد. قصدي في كتير من نقاط التوافق بيننا، وهالإشي ممكن يسبب نوع من التحدي، ولا أنا غلطان؟ يمكن، بس ما دام الحب موجود بصير التحدي لصالح الطرفين، ويمكن ياخدنا للأفضل. وإذا لا سمح الله بتراجع الحب بين الاثنين، ساعتها بيصير التحدي والمنافسة أمر خطير. شكرا يا دكتور على العزومة، تصبح على خير. لو سمحت. أيوة. أنا بحكي طالما الأولاد عند خالهم وعمتهم، يعني أخوكي وأختي اللي تزوجوا على مودنا، خلينا نقعد نحكي بهدوء شوي. ما عندي مانع. تفضلي. أكيد طول الوقت وأنت في المطعم كنت تفكري شو سبب العزيمة المفاجئة هاي، مع انه صار لنا اكثر من شهر ما بنحكي مع بعض. ما بدي اخيب املك، بس مضطرة اقول لك لا، ما سألت حالي ولا تفاجأت من العزومة. بصراحة اعتبرتها فرصة اخيرة لنا نحن الاثنين حتى نرجع خطوة للخلف او نتقدم خطوة للامام.
أنا مبسوط إنك لسه قادر تفهميني، على الأقل في بعض الأمور اللي بفكر فيها. تفضل، أنا سامعتك. الوقت متأخر، وبكرة الساعة 9 عندي محاضرة بالجامعة، وأظني أنت كمان. تذكر يا دكتورة، تذكر قديش حكيت لك بالزمانات إنه أنا خايف يجي يوم نوصل فيه لمفترق طرق، مع إنه إحنا على توافق تام، وللأسف شكلنا وصلنا، ولابد لكل واحد فينا يقرر طريقه اللي راح يروح فيها. مع تحفظ يا دكتور لكلمة توافق، تتذكر؟ قول اللي بدك تحكي بالمفتوح. اللي بدي أحكيه إنه صرنا نختلف على أبسط الأمور، والتوافق صار تباين. صرنا نختلف على الفكرة، والتباين كبر حتى وصل لعمق التفكير وفي كل المجالات، خاصة أني حاسس إنك بعيد عني، وأنا كمان بعترف إني بعيد عنك تفكير ومشاعري. تتذكر لما قلت لك نعمة التحدي؟ إذا غاب الحب تصير نقمة؟ ما بدي حتى المسؤولية عليك، لأني أنا كمان غلطت وحاولت أتراجع بس فشلت، وصرنا عند المفترق، وبالنتيجة صرنا على طاولة عليها شموع بجو رومانسي جميل، ونحن الاثنين مش مع بعض. مش هذا اللي بدك تقوله يا دكتور؟ أنت عندك تفسير تاني؟ ولا لسه عندك أمل أو حتى احتمال لوجود أمل ممكن نتعايش معه؟ المهم نقدر نعيش فيه، مش نتعايش معه. عموما يا دكتور، عشان خاطر 10 سنين زواج، خلينا نعطي فرصة أخيرة. تصبح على خير. وانت من أهل الخير يا باسم. ما انت عارف كوثر وصبري سرهم كبير، وما بيقبلوا يحكوا اي اشي لاي حدا. مدام سرهم كبير، شو عرفك انهم متزعلين مع بعض؟ عندي احساس هيك. اخوي مش مبسوط، حاسة انه في مشكلة بينه وبين اختك. عشان هيك جاب ولادهم امبارح لعنا وطلعوا مع بعض تعشوا في مطعم. يا باسم انت افهمني، يعني صبري اخوي. بعدين انت بدك تزعليهم مع بعض بالعافية؟ طيب اذا في بينهم بين بعض مشكلة ومش راضين يحكوا لنا عنها، نضل هيك واقفين نتفرج لحتى تكبر المشكلة بينهم؟ صبري وكوثر مش صغار، هذول دكاترة الجامعة، في حال كان بينهم اشي هم بيقدروا يحلوها لحالهم. يا عمي انت شو خسران لو رحت وحكيت مع اختك، واذا ما بدك انا بحكي مع اخوي. لا حول ولا قوة الا بالله، يعني روح نسألهم ليش متزعلين ويطلعوا بالاخر مش متزعلين؟ شوف برجع بقولي مش متزعلين. اسمع منيح يا باسم، اخوي وبعرفه منيح، اخوي مش مبسوط. ريم انتهينا من هذا الموضوع، حطي نقطة. إذا طلب منا نتدخل هينا تدخلنا، غير هيك لا لا يعني لا. مرحبا دكتورة. أهلين، أنا بدي مر جيب الأولاد من عند جدهم. في غدا في البيت ولا أجيب إشي معاي؟ في أكل من مبارح. طيب تتأخريش، أنا رايح على البيت.
مالك يا بابا؟ ولا إشي حبيبتي، ولا إشي. نعم، كيف دروسك؟ كويسة؟ روحي يا ماما عند أخوك، بدي أحكي كلمتين مع أبوك. حاضر. كان أجلت الكلمتين اللي بدك تحكيهم معي، ضروري تقوم البنت؟ ما صار إشي، إذا بدك هلأ بناديها ومن أجل كلامنا إذا هذا بريحك. ما خلص صارت رايحة، تفضلي احكي اللي بدك إياه. فكرت بموضوعنا وقررت قرار نهائي، إذا ما عندك مانع تسمعه. وليش عندي مانع؟ تفضل احكي. إذا مش قادرين نعيش مع بعض بالمعروف، إيش اللي لازم يصير؟ لا في غير حل واحد، كل واحد يروح في طريق. بس بشرط. كمان فيها شرط؟ إنك تكون راضي ومن غير زعل، وزي ما التقينا بالمحبة ننفصل على القليلة ونحن منحترم بعض. وليش عندك شك إني أنا محترمك؟ على الأقل أنت أم أولادي وفي بيننا ذكريات حلوة. وما تنساش إنه أخوي بيكون جوز أختك، لو إنه هذا الموضوع هو الحلقة الضعيفة بمسألة انفصالنا عن بعض. معك حق، أنا خايف علاقتهم تتأثر ببعض إذا انفصلنا إحنا عن بعض. في الحقيقة هذا هو السبب اللي خلاني متردد من البداية إني أفكر بالموضوع. إذا بدنا نفكر بكل صغيرة وكبيرة ما رح نقدر حتى نواجه نفسنا. خلينا نفكر بالعقل ونبعد عن العواطف، لأن بالآخر ما رح نلاقي لا نتيجة لا لإلك ولا لإلي. أعتبر هذا قرار نهائي؟ إذا أنت كمان اعتبرته قرار نهائي. على العموم أنا سألت الدكتور عز الدين أستاذ الشريعة عندنا بالجامعة، وعرفت منه الأشياء اللي لازم نعملها ونتفق عليها. وأنا دخلت على الإنترنت وجبت كل المعلومات بهذا الخصوص، وعلى استعداد تام أني أناقشها معك. خير؟ مالك؟ شكلك مش مبسوط بالمرة. اتصلت كوثر، طلبت مني أمر لعندها. خير إن شاء الله؟ ما رضيت تحكي لي، حكت لي بس تمر لعندي بفهمك. من ساعتها وأنا شوي قلقان. قلت لك قلبي نائزني ما رديت علي. شايف في مشكلة، ويبقى المشكلة عويصة كمان لأنها قالت لك تعال. قل لك فوتي حطي اللقمة أكل خليني أكل وأروح أشوفها. أنا بدي أروح معك. لا. وليش لا؟ بعدين معك. قلت لا يعني لا. روح حط لقمة أكل خليني أروح أشوفها. حاضر. أنتي ناديتيني يا ماما؟ أيوة يا ماما، تعالي عادي بدي أحكي معك. وين بابا؟ راح عند عمتك، بدي أحكي معك موضوع. موضوع؟ موضوع شو؟ طمني يا أخوي شو الموضوع؟ أنت دائماً بسطتك محروقة، الله يعين باسم عليكي. لا أنا أكثر من هيك بكتير، ما تحكي شو الموضوع؟ أختي لا تخافي ما في إشي، الموضوع بسيط. كيف بسيط؟ وباسم عندكم بالبيت وبنفس الوقت أنت عندي هون، شو في؟ أنا وكوثر قررنا أن ننفصل عن بعض. نعم؟ اللي سمعته، أنا وصبري قررنا ننفصل. وهيك بتحكيها بكل بساطة؟ وكأنك أنت وصبري محددين موعد عرس جديد؟ شو هالحكي اللي بتحكيه؟ إذا بدنا نتناقش بهاي الطريقة بلا ما نتناقش من أصله. آه ارتاح واهدى عشان تقدر تفهمني. ماشي، هين ارتحت، تفضل. أنت إنسان متعلم، متدين، خلي العواطف على جنب، خلينا نفكر بالعقل. اي عقل واي دين واي منطق بستوعب الكلام اللي انت بتحكيه؟ انت ناسي انت وجوزك انه لسه في عندكم اطفال صغار؟ ما هو عشان ابني وبنتي وعشاني وعشان صبري وصلنا لقرار. اسمعني بالاول. قرار، تفضلي سمعيني اياه.
احنا فكرنا بكل نتائج الموضوع ولقينا من مصلحتنا نحن الكل ان ننفصل عن بعضنا. حسبي الله ونعم الوكيل. يا اختي ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. والنتيجه حلال. صحيح انه حلال بغيض بس حلال. صدقيني حاولنا نمسك بمعروف لكن لقينا الطريقه الوحيده انه ننفصل عن بعض بالحسنى، يعني تسريح باحسان. انت بدك تجنني اليوم؟ كيف يعني تتركوا بعض بالحسنى؟ يا انت مش قادر تفهمني يا انا مش قادر افهم. لا العفو يا اختي بس انا طريقه تفكيري بتختلف عن طريقه تفكيرك عشان هيك. طيب شو المشكله بالاول؟ المشكله بتتلخص بكلمتين، التربيه والبيئه. لا كوثر ولا انا رغبه في التغيير بهذا الموضوع وبالتالي اختلفنا. يعني انا لي وجهه نظر بتربيه الاولاد وصبري له وجهة نظر تانية وكمان البيئة وغير هيك. أنا وصبري بدت علاقتنا بالفتور حتى على مستوى المشاعر والتفكير، ومن يوم ليوم صارت المسافة بيناتنا تبعد أكتر وصار كل منا بطريق، حتى هذا الشيء أثر على الأولاد. طيب خلينا نقعد أنا وياكي وريم وصبري، بلكي قدرنا نتوصل لحل. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فكرك انه نحن توصلنا لابغض الحلال بكل سهوله؟ اكيد لا. ما في رجل عاقل ولا امراه عاقله بيفكروا وبيتخذوا هيك قرار الا بعد ما يكونوا استنفذوا كل الوسائل للاصلاح. لا كان لازم تحاولوا اكثر واكثر واكثر بالمعروف يا اختي بالمعروف. واذا حاولنا وما قدرنا شو بدنا نعمل؟ نستنى حتى نكره بعض ولادنا يكرهونا والنتيجة ضياع الكل؟ ما هو هذا اللي رح يصير بالنهاية. لا يا باسم، إذا أنت الإنسان متعلم عم تحكي هيك شو بدهم يقولوا الناس الجاهلين؟ وين التسريح بالإحسان؟ أنا وصبري متفاهمين على كل إشي، على نفقة الأولاد وعلى تواصله بينه وبين أولاده، على كل صغيرة وكبيرة حتى بدون محاكم لا سمح الله وبدون ما يتدخل أي إنسان تاني. طيب أنا وريم ما فكرتوا فينا ولو للحظة؟ إيش رح يأثر انفصالكوا علينا أنا وياها؟ طبعاً فكرنا، ولو تحسبيها أنت وباسم مليح رح تكتشفوا أن انفصالنا كان لصالح الجميع. اتصوري لو إحنا مش مثقفين وكل واحد ركب راسه. أي نعم النتيجة واحدة لكن الضرر والخسائر والمشاكل رح تكون كبيرة وكثيرة، يعني محاكم وقضايا وغيره. شايفة يا أختي؟ شايفة عظمة الدين اللي بيفهمه؟ وهذا هو الإحسان اللي كتير من الناس ما بتعرفه. يعني خلص؟ ما في أمل ترجعوا لبعض؟ للأسف لا. بس صدقيني حاولنا وحاولنا كتير، وأنا شخصيا حاب أبعد عن كوثر وأنا لسه حملها بقلبي محبة واحترام مش كره وبغض، على الأقل عشان مستقبلي مستقبلها مستقبل الأولاد. مش دايما الحياة بتجي على هوانا، والشاطر اللي بيغلب لغة العقل على لغة العاطفة بأقل الخسائر. خلص مدام انتوا واصلين لهيك مرحلة أنا ما ظل بإيدي إشي أعمله. اعملوا اللي بريحكم، ساووا اللي بدكم إياه. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك دكتورة؟ شو صرت مخلص المحاضرة بكير ومروح؟ لا والله حاس حالي تعبان شوي فلغيت المحاضرة الأخيرة. ألف سلام عليك. الله يسلمك. معناتها ما رح تجي اليوم تاخذ الأولاد؟ لا كله إلا الأولاد، خليهم يكونوا جاهزين بعد الظهر، أنا عاملهم برنامج كتير حلو بالنادي. زي ما بدك، عن إذنك بدي لحق محاضرتي. تفضلي. الله معك. رحتي على الدكتور؟ شو حكى لك؟ طمنيني. ما تخاف، ما في شيء. كيف ما اخاف وانت رحتي على الدكتور؟ طمنيني، احكي لي شو حكى لك. قلت لك ما تخاف، ما في شيء. طب حكى لك شيء هو؟ اه
حكى لي انه انا حامل. عن جد؟ متأكدة؟ عن جد احلى مفاجأة بحياتي. طيب بهالمناسبة السعيدة هاي شو رأيك نعمل عشاء ونعزم صبري وكوثر والولاد؟ اعزمي كل اللي بدك اياهم، بس انا على ثقة كوثر وصبري رح يجوا، بس ما رح يجيبوا الولاد معهم. قوم صلي لله واشكره على النعمة اللي اعطانا اياها. ونعم بالله. زين شوف شطارتك يا بطل، شوت بس اوعى تحميها. يلا شوت. يا أزعر يا أزعر، مش عيب عليك، مش عيب عليك تجيب جول في بابا. يلا شايف علاء؟ شايفه؟ شايف. روح العب معه. يلا حاضر. وانت يا بابا يا هلا، ما بدك تروح تشوف صاحباتك؟ وفي حدا بترك الأمر بروح للنجوم؟ أنا الصابة هالقد بتحبي بابا؟ وهذا سؤال يا بابا؟ يا عيب الشوم يا دكتور. حبيبتي نقصكوا إشي أنت وأخوك؟ لا ماما، كل إشي بنطلبه بتجيب لنا إياه، بس بعد سين وجيم مثل العادة. حبيبتي ما هو مش كل شي بدنا إياه نحصل عليه، مش هيك تعودنا؟ أيوة كل شي بتحكيه ماما لازم نعمله. ماما بتحبكم، وأنا بصراحة بحسدكم إنه في عندكم أم رائعة مثل ماما كوثر. وهي كمان بتحكي لنا نفس الإشي عنك. شو رأيكم يا جماعة بهالمناسبة الحلوة نطلع رحلة عمرة؟ أنا ما عندي مانع، شو رأيك يا كوثر؟ وهي بدها رأي الأسبوع الجاي بنخلص الفصل الدراسة وبنطلع. بس أنا لي شرط. أو شرطي اللي بدك إياه. بنسافر بالطيارة عشان النونو يعني. حاضر يا ستي، بنسافر بالطيارة عشان النونو يعني. وبالمناسبة كمان بناخذ الأولاد هاني وهالة، شو رأيك يا كوثر؟ ليش لا؟